السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وكويسين وكل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة في فيديو جديد. الفيديو ده يا جماعة والله العظيم فيه معلومات وفيديو جامد جدا، فبإذن الله لو انت أول مرة تشوفني دوس لايك واشترك في القناة، وعايزكم يا جماعة كلكم تدوسوا لايك عشان الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس. طبعا يا جماعة ناس كتير مننا من اللي بيربوا حمام ومبتدئين كتير وناس لسه بتربي حمام شغالة بتصرف على الحمام. شغالة هي بتصرف على الحمام، الحمام بتجيب له أكل وشرب وتجيب له كل حاجة وعلاجه كل حاجة من جيبها، فطبعا كده دي خسارة ليها إن هي مربية كده الحاجة بتدفع من جيبها. فاحنا تربيتنا دي يا جماعة عشان تستمتع بيها وتمسك مستويات حلوة وتمسك أنواع اللي أنت نفسك فيها كلها، وعشان يبقى معاك الأنواع دي كلها لو هتصرف من جيبك يبقى أنت هتشتغل للحمام، كل اللي هتشتغل بيها تقبضه تيجي تدفعه في الحمام. لأ، احنا تربيتنا دي حلاوتها يا جماعه انت لو شغلت دماغك عليها، لو شغلت دماغك في التربيه دي، بص هتمسك الانواع اللي انت عايزها، هتمسك فلوس في جيبك، الحمام ده تصرف عليه، كل ده من الحمام ذات نفسه. تقول لي ازاي؟ يمكن ناس كتير اتكلمت في المعلومه دي ويمكن ناس كتير عارفه الكلام ده، بس انا هقولها لكم دلوقتي يا جماعه بطريقه تانيه. دلوقتي يا جماعه غير يعني الكلام ده ممكن انتوا عشان في مشتركين جديده كتير يمكن ما سمعتش الكلام ده مني قبل كده. الغيه دي كلها يا جماعه، والله الغيه دي كده كلها انا جايبها من الحمام ماشي، وكان معايا بصوا بقى بس الفيديوهات دي انا كنت مسحتها من على القناه، ان انا كنت ايه قلت هسيب الحمام والقناه ومسحت الفيديوهات، فالمهم رجعت تاني فمش هقعد اعيد في الكلام. كنت جايب حمام غزار كتير، وكنت جايب بصوا انواع، كنت جايب بلق وكنت جايب قطقاطي وكنت جايب الانواع دي كلها كانت عندي، ومنها عملت الغيه دي بعتها وعملت الغيه دي ليه؟ كله من الحمام. انا يا جماعه بسم الله ما شاء الله عندي كام قصه تحديد في حدود 5 اصوص تحديد بسم الله ما شاء الله، يعني ليهم الفضل عليا في ان هم عملوا لي الغيه دي، يعتبر هم عملوا لي الغيه دي. ازاي يا جماعه؟ بتاخد منهم الزغاليل ايه احوشها، مثلا احوش مثلا في ال20 زغلول ولا حاجه بيبقوا شبابات، في منهم زغاليل انزل السوق اقوم بايعهم اقوم بحقهم جايب حمام نوع يعني نوع عالي. يعني انا مثلا يا جماعه المره اللي جبت فيها قص كان ايه اشربندو، قبل اشربندو وكان دكر اصفر ورق، كانوا يا جماعه دولك القص دولك كانوا عاملين 500 جنيه والدكر الاصفر ورق ده كان عامل 100 جنيه. كنت بايع في حدود 17 زغلول، كانوا زغلول اللي هي حمام تحضين زي اللي انتوا عارفينه ما عندي دول حمام. بص يا جماعه حمام زي كده يعني، بص حمام تحضين عامل زي البلدي كده، حمام كله بزرمي. فبعتهم يا جماعه 17 زغلول جابوا لي كام؟ 600 جنيه. قمت جايب بيهم القص دول والدكر الاصفر. فالمهم القص دول يعني مش عارف ماتوا، والله ماتوا يعني، هم جم سبحان الله ما عادوش ماتوا، كان صحتهم كويسه بس ماتوا. المهم كان عندي انواع تانية بعتها والكلام ده كله. فالمهم لما بعت كل ده طورت العشه. اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان انت الحمام ان شاء الله لو بلدي هتقدر تجيب الانواع اللي انت نفسك فيها، مش بقى نفسك في صافي نفسك في كل ده، بس واحده واحده. ازاي يا جماعه؟ عايزك تكون عامل زي البندقيه دي كده، عايزك تكون عامل زي البندقية دي كده. تقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. خليك دايما صياد، خليك دايما صياد، خلي دايما كده دماغك دي اي فكرة كده يعني اصطادها. ازاي؟ عندك مثلا انت 5 اصوص 10 اصوص، تقوم عامل ايه؟ كل الزغال تطلع منهم حوشها شيلها ماشي، مش تتباعها وتشيلها في التلاجة، لا يعني تخليها معاك. الوش التاني مثلا دي مثلا 10 اصوص ولا 5 اصوص، جالك مثلا يا عم في العش 5 اصوص ادي 10 حمامات، الوش التاني ادي 10 حمامات كمان ادي 20 حمامه، نزلت بعت الجوز البلدي اصلا عامل كام دلوقتي؟ قول 50 جنيه، ادي 10 تجواز في 50 ب 500 جنيه. تقوم جايب لك يا باشا قص اللي انت عايزه بقى اللي تلاقيه نوع كويس، اديك طورت نفسك ودول هيبقوا شغالين، القص التاني هيشتغل، هتلاقي نفسك بتطور. خلي دايما نفسك كده صياد، هتلاقي نفسك ايه بتطور نفسك مره مع التانيه. يعني انا بصوا يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله الاصوص التحضين، يبقى لسه تحتها الزغلول اهو وبايضه، يعني انا عندي اهو بصوا كمان يا جماعه ايه الزغلول اهو وبايضه. فاللي عايز اقوله يا جماعه يعني الحمام اللي هو التحضين والحاجات دي كلها يا جماعه، الحمام ده بيشتغل على طول، حمام سخن غير حمام الغزار، فهينتج لك. يعني انا بسم الله ما شاء الله، حد يقول لي طب انت ليه ما عملتش كده؟ والله يا جماعه انا عندي في حدود 25 ولا 30 زغلول في العشه هم، بس مستنى افضل انزل ابيعهم والله. فان شاء الله انا لو بكره الجمعه، فلو عرفت انزل بكره هنزل
وهبيعهم وهوريكم الحمام اللي هجيبه وهطبق لكم الموضوع ده عملي. فانا عايزك دايما تخلي دماغك كده عامله زي البندقيه صياده، اي موضوع خش فيه في الحمام. نزلت السوق ماشي، انت نزلت السوق اشتريت قص حلو، جالك واحد يقول لك تبيع، قول له ابيع. اه بيع، جات لك في مصلحه يا باشا بيع، وهات غيره وشغل نفسك. خلي دماغك كده شغاله في الحمام عشان تطور نفسك من الحمام، تصرف، تخلي الحمام يصرف على نفسه، تخلي الحمام هو يجيب بعضه. فده كده يا جماعه كان موضوع الفيديو بتاعنا النهارده، فيا رب يكون عجبكم ويكون المعلومه بس في دماغك كده وصلت لكم. وعايزك دايما كده تخلي دماغك صياده والقرش معاك يكون صياد. كان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله.